حكومة سياسية قوية قادرة على تحمل المسؤولية. عنوان مبادرة سياسية جديدة تقدمها حركة النهضة في تونس. المبادرة بحسب ما يشرح قياديها هي إعلان صريح عن التوجه لتغيير المعادلة السياسية في البلاد والبحث عن تقارب مع رئيس الجمهورية وفق قواعد ومقاربة جديدة. معنا ثقة في النخبة السياسية في تونس، وعنا ثقة في العقل السياسي التونسي أنه في كل حالات الانسداد الخطيرة اللي مرت بها بلادنا لقينا مخارج، ونأمل أن يكون فما مخرج قريب يفضي إلى كما قلت لك معناها الالتفات الحقيقي إلى مشاكل التوانسة اللي يعانيوا فيها في بلادنا. وفيما تبحث النهضة عن حل للأزمة، كشفت جائحة كورونا في تونس عن عمق الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية، وآخرها حول طريقة ومدى نجاح إدارة ملف مكافحة كورونا. أثبتت الإجراءات التي تم اتخاذها في المدة الأخيرة أنها غير ناجعة بالقدر المطلوب، أو غير كافية، أو هي فاشلة. وتعيش تونس أسوأ أزمة وبائية، إذ صنفتها منظمة الصحة العالمية في المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا من حيث نسب الوفيات وعدد الإصابات بكورونا. بدلا من الإسراع بحل أزمة البلاد الصحية، يرى مراقبون أن الصراع بين الرؤساء الثلاثة وظف الأزمة لتسجيل نقاط سياسية وعمق غياب الثقة لدى التونسيين في أطراف الحكم. سميحة البغنمي، تونس، الميادين.